أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ضرورة الإسراع بتنفيذ رؤية متكاملة لتنمية وتطوير مدينة سانت كاترين وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال اجتماعه مع وزير الإسكان عاصم الجزار لمناقشة المخطط المقترح لمشروع باب مصر لتنمية المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد، كلف مدبولي وزير الإسكان بالتنسيق مع وزير قطاع الأعمال بشأن الاستغلال الأمثل لعدد من قطع الأراضي التي تملكها الوزارة في بعض المحافظات وإقامة مشروعات تنموية بها. كما وجه كذلك مدبولي بالتنسيق كذلك مع وزير الأوقاف بشأن تحقيق الاستفادة القصوى لعدد من قطع الأراضي التي تملكها هيئة الأوقاف من خلال تنفيذ عدة مشروعات سكنية عليها، لا سيما في المحافظات التي لا تتوفر بها أراضٍ في المدن السكنية القديمة.